السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم إليكم. موجز الثامنة من التناصح شهدت بني غازي انتشارا واسعا لعناصر الصاعقة التابعة لميليشيا الكرامة في منطقة أبو هديمة وإغلاق بعض الشوارع وطريق المطار جنوبي المدينة، وذلك احتجاجا على تكليف عبد الرازق الناظوري آمرا لغرفة عمليات بني غازي المشتركة. وأكدت مصادر من المدينة أن قائد ميليشيا الكرامة خليفة حفتر قد طلب تسليمه قرابة 30 شخصا من الصاعقة من بينهم موالون للمدعو محمود الورفلي. وأضافت المصادر أن حفتر طلب في ميليشيا الصاعقة بعدم حصر القيادة في شخص ونسب خمادة وإبراز شخصيات أخرى. عثر فريق الهلال الأحمر فرع بني غازي الثلاثاء على جثة مصابة على مستوى الرأس يزعم أنها تعود للمواطن وليد حسن الشيخ بالقرب من مسجد السيدة عائشة في منطقة الهواري. ونقلت الجثة التي عثر عليها إلى مستشفى الجلال للجراحة والحوادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها. الجدير بالذكر أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، فقد عثر سكان بلدية الأبيار في نهاية عام 2017 على 36 جثة مجهولة الهوية. في خبر آخر، أكد رئيس لجنة الاتصال الروسية المعنية بتسوية الأزمة في ليبيا ليف دينغوف أن الوقت قد حان للكشف عن اللاعبين الدوليين في ليبيا. وقال دينغوف خلال مشاركته الثلاثاء في مناقشات اليوم الثاني لمؤتمر فالدي للحوار المقام في موسكو، قال أن هناك بلدا واحدة يقوم بتسليح ثلاث مجموعات في ليبيا وأن السلاح ينتقل من طبرق إلى طرابلس، دون أن يكشف دينغوف عن اسم هذا البلد. وأشار رئيس لجنة الاتصال الروسية إلى أن الزيارات التي قام بها مسؤولون ليبيون من كافة الأطراف إلى روسيا تؤكد على أن موسكو تحافظ على مسافة واحدة من كافة الأطراف الليبية على حد زعمه. أكد السفير الصيني لدى ليبيا ليت زيغو دعم بلاده لتعديل اتفاق أسخرات والعمل على تحقيق تسوية سياسية شاملة لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا. من جانبه ثمن رئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي الدعم الصيني لاتفاق أسخرات، مؤكدا انفتاح المجلس على كافة الأطراف ورفضه للحرب والاقتتال وحرصه على طي صفحة الماضي والمضي قدما نحو المصالحة والاستقرار. هذا وقد أبدى السفير الصيني استعداد بلاده لتقديم المساعدة في الجانبين الاقتصادي والتجاري، وأشار إلى أن تحسن الأوضاع الأمنية يشجع على عودة الشركات الصينية لاستكمال المشاريع المتوقفة. في خبر أخير، حيث أعلن خفر السواحل الإيطالي إنقاذ 110 مهاجر غير قانوني قبلة السواحل الليبية. خفر السواحل الإيطالي أفاد في بيان له الاثنين أن سفينة إسبانية هي من أنقذت المهاجرين على بعد 60 ميلا من الساحل الليبي في طريقهم إلى الدولة الإيطالية. ولفت البيان إلى أن عملية الإنقاذ جرت الأحد في ظروف جوية سيئة، مشيرا إلى أن هذه أول عملية إنقاذ تجري في عرض المتوسط بعد 20 يوما من الهدوء بحسب نص البيان. ختاما، إلى اللقاء.